المسؤولين بالدولة. بالأمس في بداية حلقتنا مشاهدينا الكرام تطرقنا لقضية المواطن جابر القحطاني، ودار الحديث على بعض الأمور والإجراءات اللي تمت له. في هذا الصباح يعني انتقل إلى رحمة الله تعالى جابر القحطاني، ونقول له إن شاء الله لأهله وذويه عظم الله أجركم، وبإذن الله يكون من أصحاب الجنة، وندعي له المغفرة والرحمة بإذن الله تعالى. بعد حلقتنا كان هناك بيان صدر من وزارة الصحة عبر حسابهم الرسمي في التواصل الاجتماعي تويتر، وكان يمكن هذا التعليق أو هذا البيان لملاحظات عليه، وكذلك اليوم في تصريحهم عبر كونا وكالة الأنباء الكويتية كونا كان لهم كذلك تصريح في بيان وتصريح. البيان سميته المضحك، والتصريح المؤلم والمبكي. البيان نفسه وانا على دراية وعلى علم ان معالي الوزير يعلم بما جرى بالحلقة وهو موجود في جنيف، واقول حق معالي الوزير او اقول حق علي العبيدي حط عينك بعيني وخلني اغمز لك وانا على دراية بما يدور بحلقة الامس ببرنامج ليميتا. تصريحهم يا ليت مخرجتنا تعرضه على الشاشة عشان اعلق عليه امام المشاهدين. رقم واحد يا ليت تحطينه. اذا هذا البيان من وزارة الصحة في التواصل الاجتماعي تويتر، وزارة الصحة الكويت، وهذا شعارهم فوق، وهذا البيان. مشكورة مخرجتنا، يمكن شافوا الاخوان. يعني وزارة متمثلة بإصطاف وفريق عمل للأمانة، هذا بيان يعتبر مهنيا إن كان إن وجدت المهنية لدى القائمين في وزارة الصحة إنشائي. انطلاقا من تحمل الدولة ومتمثلة بوزارة الصحة مسؤولية صحة المواطن داخل الكويت وخارجها، فقد أحيط معالي وزير الصحة بالإنابة. هل معالي وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بالإنابة أم بالأصالة وهو وزير؟ شلون صارت كلمة وبالإنابة؟ عشان نعلق على الإنشائيات اللي أنتم قاعد تحطونها وتحطون الرجل الخطأ في الموقع الصحيح. هذا بيان يمثل وزارة الصحة، لازم يكون دقيق ويقين في أي خبر يظهر أو يطلعون عليه المقيمين و المواطنين. إذا بالإعارة يجوز، بالانتداب يجوز، لأن في قادم الأيام يمكن راح يعطونا هذا البيان من قبلهم. ويقولون بحالة المواطن الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أخذ المصدر من التواصل الاجتماعي. الوزير نتفق معاكم يا مسؤولين في وزارة الصحة أنه مسافر جنيف لمهمة رسمية. زين الوكيل شنو مهنته بالوزارة؟ الوكيل المساعد شنو مهنته؟ مدير الإدارة شنو مهنته؟ مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة شنو مهنته؟ مزهرية؟ أبجورة؟ بردة؟ شنو الفريق اللي قاعدين؟ ليش حسستونا كشعب وكمواطنين وكجهة إعلامية أن وزارة الصحة لها مفتاح وما أخذها الوزير معه ورايح؟ ليش ما تعملون أنتم في هذه الجزئية؟ قال الأخوان في حديثهم انه ويتابع سعادة السفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر، هذا شأن وزارة الخارجية وليس شأن وزارة الصحة، وان فريق المكتب الصحي في القاهرة يتابع حالة المرحوم جابر القحطاني. زين منو اللي بالمكتب الصحي عندكم؟ وين تصريحه اسوة للمكاتب الصحية اللي بالخارج اللي نسمع في اي حدث هناك ردة فعل من قبلهم ويكون من جهة رسمية يتمثلونه؟ لا شفنا لا تصريح لا صورة لا خبر، وين هذا الموقع؟ وتأكيد لكلامي للموضوع الثاني لموضوع كونه راح يبين المكتب الصحي مالكم انه تحصيل حاصل تدارك الوضع، يعني بمعنى اصح رقع يا مرقع الحدث اللي قاعد يصير. موضوع الثاني انه حسب ما قال الاخوان او المصادر او الجهات انه الله يغفر له ويرحمه
جابر القحطاني توفى 7:30، أو الخبر وصل 7:30 صباحا في هذا اليوم. وكان هناك خبر في كونا تحديدا، إن صحت الأخبار من الأخوان، وأنا أسأل الأخوان في كونا هل فعلا نزلتوا خبر في تمام الساعة 8:30؟ وكونا للعلم أي جهة حكومية تسلمها الخبر هي تنزل، وليس هي من تنزل الأخبار، هي تستلم عن الجهات الرسمية ونزلونها. المضحك والمؤلم والمحزن فيه أن تم إلغاء هذا الخبر، هل هذا صحيح؟ يا وكالة الأنباء، وكالة الأنباء الكويتية كونا، تم مسحه من موقعكم، وهذا الخبر يمكن لو تحط مخرجتنا كان واصل للمشتركين الرسائل SMS في الموبايلات اللي مشترك في كونا يطلع لهذا الخبر. وأنا أسمع يعني أستفسر من كونا هل هذا صحيح؟ خلنا ناخذ نتماشى مع وزارة الصحة، أن هناك المكتب الصحي يتبع الحالة، اللي هو في خبرهم في البيان اللي بالأمس أنه نتابع حالته و يعني حالة المواطن ومدى إمكانية نقله جوا لتلقي المزيد من العلاج، حال استقرار حالته الصحية، يعني مكتب الصحي قائم على أكمل وجه. خبركم الثاني ينافي هذا الخبر، الرجل انتقل إلى رحمة الله تعالى. ما عندكم خبر؟ ما عندكم يقين؟ لا تعلمون؟ أم تنطرون مغرد يغرد عشان تمشون عليه؟ أنتم تقولون المغردين، أنا ما لي مال المغردين، أتبع الجهة الرسمية. اطلع إلى مكتب الصحي في القاهرة وشوف هذا حالة المواطن اللي يقولون عنه، هل هذه الأخبار صحيحة؟ خبركم الأول وخبركم الثاني المغردين والمغردين. بعدين يعني لا 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 يعني نتذاكى على من أذكى منا أن ندخل توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، سمو رئيس مجلس الوزراء عنده فريق متكامل وعلى أتم الاستعداد لأي جهة تتطرق لإدارة سمو رئيس مجلس الوزراء. أنت ليش تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء؟ هل حط حائط لك او عازل لك لاي حدث قاعد تسويه او تشيله؟ سمو رئيس مجلس الوزراء له فريق متكامل يتكلم بما يقوم به سمو رئيس مجلس الوزراء. انا قاعد اخاطب وزاره الصحه باكملها، لا اخاطب شخص فيها وزير او وكيل، باكملها. يقول ان 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 تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي نفسه خبرهم انباء عن حالته الصحيه الحرجه اثر مضاعفات حدثت عند اجراء عمليه تجميليه. الرجل انتقل الى رحمه الله تعالى. نبي نمشي معاكم يا وزاره الصحه. نبي نقول انتم الصح وحنا الخطا. زين بعد وفاته وين المكتب الصحي؟ ما قام بالاجراءات. قاموا بالدور. ما تعرفون بالاجراءات الرسميه اللي تقومون فيها؟ حق اي مواطن كويتي؟ هذه حاله. هل الخطا من المكتب الصحي بالقاهره؟ ام الخطا من وزاره الصحه؟ بأكملها من معالي الوزير إلى أصغر موظف بوزارة الصحة. هذا إجراء روتيني عادي. نقول قدر الله وما شاء فعل. والله يغفر له ويرحمه برحمته بإذن الله جابر القحطاني. ويصبر أهله بإذن الله ويكون من أصحاب الجنة. بس لا فوق الآلام نحط آلام فوقهم. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حط الثقة فيك يا الدكتور علي العبيدي، أتمنى أنك تكون أنت قدها. لو أنت في غيابك، لأن ألاحظ من خلالهم حملوك هذه القضية، شنو دور الوكلاء اللي عندك؟ شنو دور القياديين بالوزارة؟ بطاطا فلافل يأكلون بالمكاتب وقاعدين. مؤلم ومحزن. نصيحة أخ، رغم المساوئ اللي قمتم فيها ورغم الامور اللي قمتم فيها، لو يزور قيادي من عندكم عظم الله اجركم على الدور اللي يقولون، يعني بالمعنى الاصح غطوا شيء جزء من اللي انتم تقولونه، اذا انتم على درايه وعلى علم بالمهام اللي مطلوبه عليكم. اتمنى من معالي الوزير الدكتور المحترم الفاضل الكريم علي العبيدي تصحيح ما جاء من معوقات في هذه الحادثه. لا نترقى حوادث أخرى ونطلع على الهواء مرة أخرى ونعلق عليها 1 2 3، وقلناها في السابق ونتلمس منكم. مدير الإعلام والإعلانات العامة عندك صحح له المفهومية أنه يكون متواصل مع الجهات الرسمية الإعلامية. شيلة جنطة وفتحة باب ليس من مهامه.